والله هشام نقول ان العاب القوى دائما عندها حظ في حصد الالقاب وحصد الميداليات، والدليل ان فزنا باربع ميداليات ذهبيه، خمس ميداليات، وما زال ننتظر الكثير لان ما زالت المنافسه ما انتهتش، وما زال هي رياضيين المعولين عليه الامال في 800 متر وفي في القفز الطويل. انا نظن ان العاب القوى يعني نقدر نقول لها حظ ولها تألق ولها، ولكن احنا نطالبوا منها الكثير لان ام الرياضات اللي حصدت واعطت الكثير للرياضه الجزائريه. كي نشوفوا التاريخ الوراء يعني واش صنعت الرياضه، واش صنعت من الافراح، واش جلبت من القاب، هي العاب القوى. لازم هذه الرياضه نطولها باعتبار دعم كبير حتى زيد شرفنا، وهي ام الالعاب في الاولمبياد، يعني الرياضه مميزه.